المقابله كانت صعيبه شويه من جميع النواحي، وحنا تادبطينا مع السيتياسيون ديال الماتش ودرنا اللي علينا، وفي الاخر ماركينا بيس، جرينا الماتش مزيان والحمد لله ربي جاب التوفيق. شكرا. باقي المزيد ان شاء الله، وحنا كنحاولوا نمشيو ماتش بار ماتش، وديما كنحاولوا نحققوا 3 بوان وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. شكرا. اظن بانه المقابله ما كانت سهله، مقابله اللي كانت قويه ضد فريق يعني اللي جريح متديل الترتيب، كان لازم عليه بعد المقابله هذه يضمد الجراح ديالو ويحقق 3 نقاط. احنا بدورنا باننا نهزمنا مقابلتين متتاليتين، كان لازم علينا نحقق نتيجه ايجابيه، ما يمكنش المقابله الثالثه على التوالي باننا نحقق نتيجه سلبيه. الحمد لله بقينا مركزين رغم الهزائم اللي تلقينا لها، كنا جيدين رقعه الميدان، سجلنا هدف، عرفنا كيفاش نحافظوا عليه، بقينا الصفوف ديالنا مترصه، بقينا دايرين كما تنقولوا البلوك ديالنا الحمد لله. تنظن بان 3 نقاط مهمه اللي تخلينا باننا نجيروا المقابلات الجايه بواحد الاريحيه ان شاء الله.